بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم في هذا الوطن الغالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والسرور والبهجة والحبور. نرحب بكم في حلقة جديدة متجددة بمواضيعها وفقراتها من برنامج من عمان، حلقة يوم الأربعاء. نرجو أنكم تقضون معنا وقت مفيد وممتع من خلال ما سنقدمه لكم من مواضيع مختلفة. في حلقة اليوم مشاهدينا اخترنا لكم جملة من المواضيع اللي هكذا ارتأينا أن نسلط عليها الضوء لتعريفكم بها من حيث طبعا أهميتها أيضا بالنسبة لكم. اليوم بمشيئة الله واحدة من محطات حلقتنا لليوم من برنامج من عمان راح نسلط الضوء على مشاركة السلطنة في الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم المعروفة بتيمز. طبعا مشاهدينا يستعد أكثر من 15,000 طالب وطالبة من الصفين الرابع والثامن من 500 مدرسة للمشاركة في منافسات الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم إن شاء الله اللي راح تجرى في 28 من الشهر الجاري أبريل 2015. راح نعرف أكثر من خلال هذه الوقفة مع هذه الدراسة، راح نعرف أكثر عن هذه الدراسة الدولية، أهمية مشاركة طلبة وطالبات السلطنة في هذه الدراسة، وأيضا راح نعرف يعني أكثر عن الحملة التوعوية والإعلامية واستعدادات وزارة التربية والتعليم للمشاركة في هذه المنافسات تحت اسم لنجعل عمان تفخر بنا. إذن هذه واحدة من محطاتنا مشاهدينا. في محطة أخرى أيضا راح نتحدث عن توصيات ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها 14 والتي طبعا اختتمت اليوم، ابتدأت من الخامس وحتى الثامن بمشيئة الله. إذن أيضا فقرات أخرى راح نعرفكم بها بعد الفاصل، خليكم معنا. هنيالك هنيالك بلاد ما يصافح طينها الا نور، ضوى وجهه ورد النور لربوعك وهلبها، تهيي المحازم له طلقنا هالقصيد شعور، لفرحه ترتسم وجه الغرير وعين شايبها، لدوز فالحروف اسمه وطرز من ذكره بحور، واقول اني لها في ميدان واتقن فن ملعبها. نقول بخير دام انك رجعت تباشرت بكدور، عجايزها تصلي لربها تدعيه واهبها، نقول بخير والشعر المنزه عن حديث الزور، حلف لجلك يحلق فالقصيده ان صرت كاتبها، نقول بخير نفرش لك ولانا انصف لك طابور، بدتك ارواح لو راحت لعينك ذاك مكسبها، عساك الطيب والدنا المفدى والبلاد تثور من أقصاها لأقصاها خطك دامك تطيبها، خطك دامك تطيبها. عساك الطيب وغياب مخلف هالحنايا بور، وأجفان الكرا هج بغيابك راح حاربها، تفاخر بك طفل خطك على بيض السحاب سطور، مدارس توها البسمة تقر شفاه طالبها، تفاخر بك شعب خاطره في غياب الأبو مكسور، جبرت برجعتك روح فجعها هم غايبها. ليه
خربك مدى تهزج لحونه في سماك طيور، تغيظ الغيم لا منه يقول عمان طاربها، إلى بر الأمان اللي تلفع هالبلاد بخور، عشقها الود جاه السلم قال النفس خاطبها، تعارك كل حسن فيها عليها والزمان يدور، هبه من رب أوتاد السلام الطيب ناصبها، عسى بيت اهتنى خطوة مقامك سيدي معمور، عساها سيرة خضرة تدوم بعز صاحبها. تدوم بعز صاحبها، وصح لسانك يا مطر البريكي على هذه القصيدة الجميلة. طبعا أكيد السلطنة ما زالت تعيش هذه الأجواء السعيدة بالمقدم الميمون لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، القائد الوالد إلى أرض الوطن وإلى أبنائه الأوفياء المخلصين الكرام. إذن مثل ما ذكرنا مشاهدينا، عرفنا ببعض محطات حلقة الليلة من برنامج من عمان، ولكن ما زال لدينا المزيد في حلقة الليلة إن شاء الله. مثل ما تعودتوا مشاهدينا، في كل أربعاء معنا وقفة مع الفقرة الصحية مع الدكتورة فنة العريمية. إذن اليوم إن شاء الله راح يكون موضوعها عن أمراض القلب الخلقية عند الأطفال. بإمكانكم مشاهدينا المشاركة في هذه الفقرة بأسئلتكم، استفساراتكم، مداخلاتكم عبر هواتف البرنامج اللي راح تظهر بمشيئة الله. ابن بطوطة برنامج من عمان، زميلنا حفيظ جعبوب اليوم وين موجود؟ راح يعرفنا هو وين موجود، ويمكن من خلال الصورة أعتقد الكل عرف هو وين موجود. مساء الخير يا حفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتك وأمس عليك بالخير عايدة، وأرحب بكل متابعينا هم على موعد مع برنامج من عمان. أنا من خلال هذا التجوال أو من خلال هذا الاستوديو المصغر أحاول أنتقل لأنقل لكم الصورة في أبرز وأجمل المواقع في السلطنة، وإلى جانب نقل الأحداث والفعاليات. اليوم حاولت قليل أن أقترب من الأماكن الليلية اللي يفضل الجلوس فيها الكثيرين، خاصة التجمع الأسري، المتنفسات، كورنيش مطرح واحد من أهم الأماكن اللي يفضلها الكثير. نعم. خلال الفترة المسائية للنزهة والترفيه والاستمتاع الأسري، كون هذا الموقع أيضا كذا يحمل خصوصية جميلة بسوق الظلام أو سوق مطرح إلى جانب حديقة الريام ومنتزه كلبو وميناء السلطان قابوس. جميل. والبيوت القديمة والقلاع والمواقع اللي تجعل من هذا المكان والجبال الشاهدة على عراقة وتاريخ هذه المنطقة. يا حفيظ الزينة اللي ما زالت موجودة هناك احتفاء بالمقدم الميمون. بالضبط. أيوة. إنزين، إحنا راح نعرف أكثر عن هذه التفاصيل الجميلة اللي موجودة في هذا المكان الجميل الأثري والسياحي، طبعا في ولاية مطرح وتحديدا الكورنيش وسوق مطرح. طبعا أكيد مكان كذي لها عبق جميل جدا، عبق ماضي ممزوج أيضا بالحاضر، راح نعرف أكثر عنه من خلال وقفتنا مع حفيظ جعبوب. لكن من مطرح ومن مسقط ننتقل إلى العاصمة باريس، حيث تقام هناك مشاهدينا فعاليات الندوة، ندوة عمان في الوثائق الفرنسية، وتستمر حتى العاشر من هذا الشهر. أكيد هذه الندوة تبرز أهميتها في توثيق أكثر من 200 عام، هي طبعا تاريخ العلاقات العمانية الفرنسية. راح نعرف أكثر عن هذه الندوة وما دار فيها، وأيضا ما صاحبها من فعاليات أخرى من خلال تواصلنا مع سعادة السفير حميد بن علي المعني، سفير السلطنة لدى جمهورية فرنسا. ومساء الخير سعادة السفير.
مساكم الله بالنور والسرور، كيف الحال؟ أهلا وسهلا بكم سعادة الشيخ، حياكم الله. إذا ندوة عمان في الوثائق الفرنسية تستمر وتتواصل فعالياتها حتى العاشر بمشيئة الله، نعرف أكثر عن هذه الندوة وما جرى فيها سعادتك. شكرا لكم على هذا التواصل، واسمحي لي في البداية أن نهني أنفسنا كعمانيين على العودة الميمونة لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه، متضرعين للمولى القدير أن يحفظه ويرعاه ويمنه بالصحة والعافية والعمر المديد. فإطلالة جلالته المباركة في اجتماع مجلس الوزراء هو خير للأمة، ونسأل الله له الصحة والعافية. اللهم آمين. وفيما يتعلق بسؤالك، فبطبيعة الحال هذه الندوة عقدت في وقت تتزامن فيه الأزمات، ونحن نتطلع إلى حوار ثقافي مع دولة لها نفوذ تاريخي كبير في المنطقة وفي العالم. فمسار عمان التاريخي كان مسار حافل بإنجازات كبرى، فمثل ما تعلمون عمان دائما متمسكة بالخيار الثقافي وثقافة السلام. صحيح. التي أرسى أسسها ومبادئها جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. هذه الثقافة التي نسعى من خلالها فهم الآخر، والتي هي أيضا تستند على ضوابط ومبادئ لا يمكن الحياد عنها، أهمها السلم واحترام الآخر، هي كلها تصب في حياة تطور البشرية. وهذه هي بالتحديد الرسالة التي نسعى من خلالها يعني التحاور مع الآخر عبر التاريخ المشترك أيضا في شرق أفريقيا وفي المحيط الهندي وفي منطقتنا أيضا المنطقة العربية بشكل عام. نعم، يعني حسب ما عرفنا من معلومات سعادة الشيخ أن هناك وثائق عديدة وكثيرة جدا لم يكشف عنها ولم تعرف من قبل، ويمكن هذه أيضا من فوائد هذه الندوة وأهميتها. بطبيعة الحال الندوة يعني تضمنت أيضا عدة جلسات، وهذه الجلسات حرصنا أن تكون مشاركين عمانيين وفرنسيين وأجانب أيضا، حتى يعني يتم مزج التاريخ بمفهوم شامل. نعم. ودور عمان، ففعلا الندوة تضمنت العديد من أوراق العمل من خلال أكاديميين عمانيين وفرنسيين وأجانب. نعم. وتحدثت بالتحديد عن الكثير من النقاط، أهمها دور عمان في شرق أفريقيا والعلاقات التجارية الفرنسية أيضا التي هي مهمة في عهد السيد سعيد بن سلطان. نعم. بين العام 1806 و1856، والتي نعرف أيضا أنها شهدت توقيع على معاهدة، وهي أصبحت مرجعا للعلاقات العمانية الفرنسية، اتفاقية 1844. فكل هذه القضايا والمواضيع يعني نوقشت من عبر المؤرخين وعبر الأكاديميين لفهم التاريخ التليد لعمان. نعم. في المنطقة. وأيضا في الحقيقة أود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة، وهي الطلب الفرنسي من عمان مساعدتها في كثير من الأحيان في المنطقة وفي المحيط الهندي. فالحمد لله الندوة يعني أوصلت رسالة إيجابية، رسالة هي أيضا تتطور بتطور الإنسانية في المستقبل. صحيح. عبر احترام وتعدد الثقافات، والتي بدورها نحن في عمان نعتقد أن هذه الثقافات فيها اختلاف، ولكن الاختلاف هو دائما يقود إلى تطور البشرية. نعم. والعلوم. أكيد. طيب سعادة الشيخ، أيضا حابين نعرف عن اللي هو توقيع مذكرة التفاهم في مجال الوثائق والمحفوظات، على ماذا نصت هذه الاتفاقية أيضا التي وقعت بين الجانبين العماني والفرنسي؟ شكرا حقيقة على هذا السؤال الوجيه، والمناسبة أيضا تم توقيع على هذه مذكرة التفاهم. نعم. بين هيئة الوثائق والمحفوظات العمانية. نعم. وكذلك الإرشيف الدبلوماسي بوزارة الخارجية،
ونحن نعلم أيضا أن الموروث الفرنسي به كثير من الوثائق عن المنطقة، فنحن نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون أيضا من خلال هذه الاتفاقية. تبادل الوثائق بين عمان وفرنسا هو مهم للباحثين ومهم للأكاديميين ومهم أيضا لمعرفة ما ذكره الآخر عنا أيضا. صحيح. في حقبة معينة من الزمن. نعم. فبالتالي الاتفاقية أو المذكرة التفاهم حقيقة شملت على جوانب فنية أيضا. الجوانب الفنية هي طبعا كيف يمكن لنا في ظل التكنولوجيا أن نستفيد من خلال هذا التعاون بين فرنسا وعمان، واستخدام آليات البحث الجديدة وغير ذلك. نعم. فالحقيقة هي الاتفاقية ومذكرة التفاهم هي نأمل من خلالها أن تتجسد العلاقات الثنائية التاريخية عبر تبادل الوثائق بين البلدين في مختلف الحقب والأزمان. أكيد سعادة الشيخ، تأتي هذه الندوة لتعزيز وتعميق العلاقات التاريخية بين البلدين، هذه العلاقات التي امتدت مثل ما ذكر في البداية لأكثر من 200 عام. إذن كل الشكر لك سعادة الشيخ حميد بن علي المعني، سفير السلطنة لدى جمهورية فرنسا. شكرا جزيلا لك سعادتك. شكرا لكم. إذا كان هذا حديثنا عن ندوة عمان في الوثائق الفرنسية المنعقدة هناك في العاصمة باريس، بتنظيم من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتنسيق مع سفارة سلطنة عمان بباريس، وكل من الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي وأرشيف وزارة الدفاع الفرنسية، وتعقد في معهد العالم العربي بباريس. إذن بعد الفاصل مشاهدينا راح يكون معنا أولى محطات حلقة الليلة من برنامج من عمان، إذن تابعونا. ما تقوم به كلية العلوم الزراعية والبحرية في المجال البحثي يرفض المسارات الأخرى التي تقوم بها بقية الكليات في جامعة السلطان قابوس، تماشياً مع حركة التنمية المستمرة في السلطنة، والتزاماً بدورها الذي يتمثل في تطوير البيئة البحثية وبناء القدرات وإنتاج المعرفة وإيجاد الحلول للقضايا الاستراتيجية في عمان. The College of Agricultural and Marine Sciences has been in existence for 26 years now, and over the last 26 years we have articulated this research on four main themes. The first one is the production of food. The second one is the addition of value to this food. The third one is the conservation of natural resources. And the fourth one is the biotechnology applied to the marine environment. وتعمل الكلية على تنمية المعارف لدى الطلاب بما يهيئ القدرة على فهمهم للمعلومات العلمية التي تثري حركة البحث العلمي لديهم، وتخريج أجيال من الباحثين يسهمون في صون الثروات الطبيعية والمحافظة عليها، بالإضافة إلى دعم قيم التحصيل العلمي وتسخير المعارف العلمية المتخصصة بالبيئة الطبيعية. For the first time last year, undergraduate students have been involved directly with research through funding by the Research Council of Oman. And we believe that this type of research is essential as these students will be the future researcher of the Sultanate of Oman. وتقوم الكلية في مختلف التخصصات بعدة بحوث في مجالات التغذية واقتصاد الموارد الطبيعية وعلوم المحاصيل والهندسة الزراعية، إضافة إلى العلوم البحرية وتقنيات المياه. وما تزال الجامعة تسعى بشكل مستمر إلى أن تكون مركزاً لنشر المعرفة البحثية ومصدراً لحل المشكلات والقضايا التي تواجه المجتمع العماني، ومؤسسة تسهم بفعالية في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا فيكم معنا وفقرتكم الصحية لهذا الأسبوع إن شاء الله. أخواني وأخواتي، الفقرة الصحية بإذن الله عز وجل اليوم ستناقش التشوهات الخلقية عند الأطفال في القلب. طبعاً الأعراض التي تظهر باختلاف هذه التشوهات ترتبط في قصور في الدورة الدموية في وظائف القلب. طبعاً يعتبر القلب من أهم الأعضاء الحيوية التي خلقها الله عز وجل في جسم الإنسان، نظراً لأهمية ضخة المستمر سبحان الله خلال ثواني الساعة والساعة في اليوم سبحان الله لكمية مهولة من الدم التي تتحرك سبحان الله إلى جميع أعضاء جسم الإنسان لتزوده بالطاقة والمكونات الأخرى طبعا التي يحملها الدم. أخواني وأخواتي، اليوم موضوعنا عن عيوب القلب عند الأطفال، ماذا يقصد بها؟ ما هي أنواع هذه العيوب؟ كيف تظهر هذه العيوب؟ العوامل المؤثرة، هل هنالك مسببات وراثية وهنالك مسببات مكتسبة؟ كيف يتم التشخيص؟ كيف يتم العلاج؟ مواضيع كثيرة أخواني وأخواتي وضيفي الكريم الدكتور محمد بن سليمان. دكتور محمد بن سليمان الراشدي، طبيب أخصائي أول أمراض قلب أطفال مستشفى السلطاني. حياك الله دكتور محمد. أهلا وسهلا دكتورة فنة، نرحب بك. شكرا جزيلا أخوي الكريم، وإحنا كثير سعيدين بإذن الله أن دكتور محمد اليوم بتكون معنا إن شاء الله ونتكلم عن عيوب القلب. ليش سميتوها عيوب؟ هي لأنها تشوهات خلقية في تمام الأساس، فهي لذلك سميناها كعيوب أو تشوهات خلقية. الله الله، إيش رأيك نبدأ ونعرف هذه العيوب؟ خليك من كلمة عيوب، الله يبعد عنا العيوب. نبدأ في التشوهات. سبحان الله، الإنسان بسبب مرضه وراثية تدخل فيها عوامل مكتسبة ينولد بتشوهات خلقية. ماذا يقصد بها؟ ما هي أنواعها ومعدل حدوثها؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد. طبعا أمراض القلب عند الأطفال تقسم إلى قسمين، أمراض خلقية وأمراض مكتسبة. الخلقية تحدث عند تخليق الجنين وقبل الولادة فتسمى أمراض خلقية، مكتسبة تحدث طبعا بعد الولادة. أمراض القلب، طبعا هناك أنواع من أمراض القلب، شيء تصيب عضلة القلب نفسها، تصيب الحجاب الحاجز أو الصمامات، وبعضها تصيب الشرايين. طبعا نتحدث اليوم فقط عن أمراض القلب أو أمراض القلب الخلقية. بارك الله فيك. تعتبر أمراض القلب الخلقية مهمة جدا جدا، ليس بسبب انتشارها ولكن بسبب أهميتها، لأن الطفل قد يعاني طول حياته ويحمل هذا المرض من طفولته إلى إلى إلى, إلى ما أرادها له الله عز وجل. طبعاً إن شاء الله. كان ضفي كلام جميل. فاليوم مش كذا، يعني هذه اليوم نركز على أمراض القلب الخلقية لنخلق وعي عند الأهل. بارك الله فيك. والأهل طبعاً لهم دور أساس في فهم هذه العيوب، وإذا فهم الأهل طبيعة المرض طبعاً ساعدوا في علاجه. نعم، بإذن الله فيصير عندهم فكرة عن صحيح طبيعة المرض، صحيح كيفية التعامل مع الطفل، صحيح وكيفية تفسير الأعراض التي تحدث عند الطفل، صحيح وبالتالي أيضا اتخاذ القرار المناسب فيما يخص بالعلاج. بارك الله فيك، كلام جميل ومقدمة جميلة دكتور محمد. نبدأ نتكلم بإذن الله ونقسم أنواع هذه التشوهات، نذكر كذلك الإحصائيات المرتبطة بكل نوع وكيف تظهر الأعراض وعند أي سن، هل بعد الولادة مباشرة أم أن كل ما زادت الضغط على القلب كل ما بدت تظهر أنه عضلة القلب أو الصمامات عندها مشاكل. طبعا نسبة حدوث الأمراض القلبية الخلق العيوب القلب الخلقية هي يعني 8 من كل 1000، يعني في كل 1000 مولود
يعاني 8 من هذه الأمراض. طبعا تختلف النسبة، فيها عيوب بسيطة وعيوب معقدة. لحسن الحظ المعقدة قليلة، الحمد لله المعقدة قليلة، ومعظمها بسيطة. مع التقدم الحين في التقدم في الطب، التقدم في علم الأشعات، أصبح الآن التعامل مع هذه الأمراض أسهل بكثير. يعني الكشف عنها والعلاجها أصبح يعني في متناول اليد. تبقى هناك يعني نسبة بسيطة أمراض معقدة فيكون التعامل معها صعب. إذا نبدأ بإذن الله عز وجل بالعيوب الخلقية البسيطة، حدد لنا الأنواع دكتور. طبعا نحن نقسم الأنواع عيوب القلب الخلقية للتسهيل. عيوب تتعلق ب طبعا للفهم أكثر لهذه العيوب لازم نفهم تركيب القلب. تركيب القلب وعمل القلب، وظيفة القلب. فعادة يعني بشكل بسيط يتكون القلب من 4 حجرات، أذينين وبطينين. طبعا يفصل بينهم حجاب ويصل بينهم جدار ويسمى حجاب القلب. وطبعا أيضا هنالك بوابات، هناك بوابات تسمح أو تتحكم في تدفق الدم ما بين الغرف القلب، بحيث بين الأذين والبطين وبين البطينات والشرايين أيضا، بحيث يتجه الدم إلى اتجاه واحد وما يرجع إلى الغرفة اللي قبلها واللي كذا. فنقسم نحن عيوب القلب الخلقية للتبسيط إلى عيوب تتعلق بحجاب القلب أو الجدار اللي يفصل بين غرف القلب. عيوب الصمامات، الصمامات اللي ما بين اللي تتحكم في تدفق الدم، وعيوب الشرايين. طبعا إذا تناولنا عيوب الجدار هناك يعني أكثر اللي تصيب في ذلك الثقوب ما بين في الجدار، فالثقوب ما بين الغرفتين الصغيرتين اللي هما الأذينين، والثقوب ولا الثقب ما بين الغرفتين الكبيرتين اللي هما البطينين، وبعضها ثقوب أو مشتركة ما بين الغرفتين. فطبعا تختلف حجم الثقب أو حجم الفتحة، هذه يختلف طبعا ما بين بسيط أو أكبر أو بسيط متوسط أو كبير. طبعا الأعراض تعتمد على حجم هذه الثقب. نرجع، ذكرت مشكور اللي هو المشاكل الخلقية التي تصيب الجدار، جدار عضلة القلب، أو يصيب الصمامات. ذكرت كذلك الشرايين، نبي نوضحها أكثر. يعني يقول لك طفل مولود لسه كيف ينولد عنده مشاكل في شرايين القلب؟ طبعا مشاكل شرايين القلب تختلف عن مشاكل شرايين الكبار. اللي تصيب هنا الشرايين ان الشرايين الكبيره التي تخرج من القلب، صحيح، ويخرج من القلب شريانين كبيرين. الاول ياخذ الدم الى الرئتين، يعني من القلب الى الرئتين، ويسمى الشريان من الجهه اليمنى من القلب للرئتين. بارك الله فيك. طبعا اللي ياخذ الدم غير المؤكسد الازرق وياخذ الى القلب الى الرئتين، ياخذ الاكسجين من الرئتين ثم يعود الى الجانب الايسر من القلب، بعدها يضخ الى الجسم كامل. وعن طريق ماذا يضخ؟ عن طريق الجسم الى الشريان الابهر او الشريان الاورطي الكبير اللي ذكر. فعيوب الشرايين طبعا هناك عده عيوب تصيب الشرايين. من هذه العيوب هي اولها واهمها اختلاف الشريانين. صحيح. اليمين يخرج من اليسار واليسار من اليمين. وفي هذه الحالة طبعا الطفل يصاب بزرقة مباشرة بعد الولادة. بارك الله فيك. وهذا الشيء يعني عارض بديهي بحكم سبحان الله الاختلال الأساسي الذي يحدث في توزيع هذه الشرايين. سبحان الله، يعني الأبهر يأخذ الدم الغير مؤكسد يوديه على الرئتين على الجسم، والثاني يأخذ سبحان الله الغير مؤكسد ويأخذه على الرئة. نعم. طبعا من العيوب الأخرى هي الاختناق الشريان الأبهر، اختناق الشريان الأبهر أو ضيق هذا الشريان.
طبعا نفس الشيء الاعراض بتختلف، قد يكون بسيط ولا تظهر اي اعراض عند الطفل، وحتى عند الكبير احيانا تظهر عند الكبار فقط، يعني لسبب او لاخر يكتشفوا ان عنده ضيق في هذا الشريان، او يكون الضيق شديد جدا ويظهر ما بعد الولاده مباشره. والتعامل معهم طبعا يختلف على حسب العيب. ايش رايك ندخل في عمليه الاعراض؟ يعني هنالك اعراض عامه للتشوهات الخلقية التي تصيب قلب عند الأطفال، ما هي هذه الأعراض؟ وإلى حديث الولادة مثلا، هل هنالك علامات يحبذ أنه الأم شوي تنتبه لها؟ طبعا نحن نقسم العيوب هذه أو التشوهات إلى عيوب مصحوبة بزرقة وعيوب غير مصحوبة بزرقة. فإذا كانت العيوب ضمن المصحوبة بزرقة، فأكثر اللي هي العلامات الزرقة تظهر على الزرقة على الطفل. الزرقة طبعا على حسب نوع العيب، بعضها بعد الولادة مباشرة تظهر، يعني خلال الساعات الأولى أو الأيام الأولى من الولادة، بعد طبعا انسداد بعض القنوات أو الفتحات في القلب تظهر الزرقة على الطفل. وهذه العلامة يعني مهمة جدا جدا، لأن الطفل عادة يكون وردي، الطفل الحديث يعني الولادة طبيعي يعني. لكن إذا ظهر علامة زرقة على الطفل هذه علامة مهمة جدا ولازم يعني. ماذا يقصد بالزرقة دكتور؟ ما هي الأماكن التي تظهر عليها؟ طبعا الزرقة يعني في الكف، هذا طبعا شائع عند المواليد، وهذه ما مهمة جدا، لكن إذا ظهرت على الوجه أو الشفاف أو الشفايف أو اللسان هذه مهمة، لأنها طبعا بتكون غير عن الأطراف، فهذه مهمة جدا. إذن العرض الأساسي اللي هو اختلاف لون الوليد من اللون العادي إلى ازرقاف، سبحان الله، وذكرت مشكور لهذا. كذلك المشاكل الأخرى مثلا التي قد سبحان الله تكون مصاحبة لعيوب خلقية مثلا في عضلة القلب أو في الجدار أو في الصمامات، لكنها تكون عيوب خلقية بسيطة، كيف تظهر الأعراض بعد ذلك؟ قد يتم سبحان الله سهوا أو يعني الحالة تروح على بعد الولاده. طبعا قلنا نحن اكثر الاعراض اكثر العيوب هي بسيطه، بارك الله فيك، فاكثر العيوب بسيطه، لذلك يعني اكتشافها خلال الفحص الروتيني لاي شيء ثاني لاي مرض ثاني يسمعوا اكثر اللي هو الصوت. الصوت يعني صوت في القلب غير طبيعي، هذه اكثر علامه اللي هي تسبب اللي يكتشف هذا العيب. لكن كذلك هنالك اعراض مصاحبه، يعني اكيد في اشياء ثانيه، لكن قد يكون لا يعني معظم الاشياء ما لا تظهر اي اعراض على الطفل، فقط الصوت فقط. وطبعا الصوت طبعا على حسب نوع العيب، بارك الله فيك، نوع العيب. اذا كان العيب كبير طبعا تظهر اظهار اعراض فشل القلب عند الطفل، وهي سرعه التنفس، التعرق عند الرضاعه، يعني عند بذل المجهود هي الرضاعه، طبعا خلل في النمو، نقص في النمو، التهابات الصدر المتكررة، فهذه أعراض يعني فشل القلب عنده. شيء جميل دكتور. الشيء الطيب اللي اليوم إن شاء الله نتمنى أنه بإذن الله أنه هو يكون ويستمر، أنه التشوهات الخلقية البسيطة بإذن الله عز وجل هي السائدة، والتشوهات الخلقية المعقدة بإذن الله هي المتنحية، خلينا نقول نوصفها. ذكرت مشكور أنه التشخيص يتم عن طريق السماع الصوت الذي يكون انعكاس على أن هنالك في خلل في سواء العضلة أو في الجدار أو حتى في الصمامات أو حتى في الشرايين. هنالك كذلك فحوصات أخرى، يعني إحنا ما نريد نخوف الكل أنه لو في التهابات مستمرة الطفل يبكي، تحسي أنه حتى الأم إذا رضعت الطفل ما يقدر أنه هو يطول كثير معاها، لا تنتبه إذا زرق بعد الرضاعة والصراح كذلك تنتبه. ما هي الفحوصات الأخرى التي عن طريقها يتم تشخيص وجود العيب الخلقي؟ طبعا بعد الأعراض والعلامات، الطبيب اللي
يستقبل الحالة لأول مرة سواء في المركز الصحي أو أي مكان ثاني. مؤسسة صحية بارك الله فيك. يعمل فحوصات اللي في متناول يده وبعد فحص الطفل طبعا سريري. فأول هي أشعة الصدر العادية الأشعة السيدية ويشوف حجم القلب كيف الرئتين تخطيط للقلب. بعد ذلك الخطوة اللي هي المهمة هو عمل أشعة صدر القلب وهي الإيكو. هذه تكون أكثر تشخيص طبعا. هذه يعني عن طريق أشعة الإيكو هذه ممكن يعني التشخيص يكون 70 إلى 80% وصلنا إلى التشخيص. بارك الله فيك. صحيح. عن طريق أشعة الإيكو فقط يعني. بعض الأطفال طبعا بيحتاجوا أشعات بعدها فحوصات أخرى يعني فحوصات زيادة للتشخيص، لكن 70 إلى 80% ممكن نصل إلى التشخيص عن طريق الإيكو. بارك الله فيك. طيب إحنا اليوم حوارنا عن تشوهات الخلقية للقلب بأجزائه عام ما أخذنا، وإحنا كنا متفقين على أساس أنه نغطي موضوع التشوهات الخلقية هذه بشكل عام إن شاء الله. لو حسينا بالفعل أنه هنالك مثلا عيب خلقي معين في القلب بأجزائه كلها إن شاء الله بنستطفيض فيه. فأتوقع لحد الحين إحنا الحمد لله مغطينا الموضوع يعني شمولية. نتكلم من ناحية التدخل العلاجي، يعني مثلا عنده تشوه خلقي بسيط، متى أنت تقول أن أنا لا مبدأ عند هذا المريض أدوية، وما هي نوعية الأدوية، وفي أي سن مثلا أنه نقول لا على طول ببدأ؟ طبعا نحن نأخذ بعين الاعتبار الأعراض. حلو. الأعراض اللي تظهر على الطفل، هل عنده أعراض أو بدون أعراض، وهذا طبعا مهم جدا في للعلاج. النوع العيب أو نوع التشوه هذه كم حجمه، هل هناك تأثير للقلب، هل في تأثير على عضلة القلب. بارك الله فيك. هل عمل القلب إذا كان طبيعي أو في تأثير على عمل القلب، هل مؤثر على نمو الطفل على الطفل يعني نفسه؟ يجي القرار تكاملي معتمد على مجموعة من الفحوصات، مجموعة من الأعراض، وكذلك انعكاساتها على الصحة العامة للطفل. تمام. خلينا نتكلم على أنواع التدخلات العلاجية وآخرها القسطرة، متى تقول إن أنا بعمل هذا الطفل قسطرة؟ تمام. طبعا كما قلت يعني إذا كان العيب بسيط ننتظر ونشوف، لأن معظم العيوب الفتحات ممكن تغلق بنفسها بدون أي تدخل. أكثرها وبنسبة كم إن شاء الله يعني فرصة إنه يحل هذا التشوه مثلا الخلقي؟ يختلف هناك يعني اللي هو النقطة المهمة جدا في هذا، أن كل طفل كل حالة تختلف عن أختها يعني. فهذه النقطة المهمة. لكن التدخلات هل يحتاج إلى علاج دوائي؟ وممكن ننتظر لأشياء قد تكون هذه الفتحات تنغلق بنفسها بدون أي تدخل جراحي. الشيء الآخر وزن الطفل الانتظار. وزن الطفل يتحسن، عمره يعني يتحسن، فترة الانتظار تختلف كذلك تحدد على حسب الحالة، على حسب الحالة. كل حالة بنفسها. طبعا القسطرة ذكرتي القسطرة القسطرة قد هذا تكون آخر شيء توصلوا له، هي قد تكون قسطرة تشخيصية وقد تكون علاجية. فالتشخيصية نلجأ إليها يعني في بعض الحالات اللي تكون ما واضحة جدا عن طريق الأشعات العادية، وهي طبعا القسطرة هي أشعة متخصصة يعني كلها أشعة لكنها أشعة متخصصة يعني خاصة وفيها تدخل تعطينا صورة أوضح. بارك الله. هذه بنسبة 100%. إحنا قلنا الإيكو 80%. تمام. القسطرة 100% توضح لك كل المشاكل اللي يعاني منها القلب. طبعا بعضها تعطينا قياسات زيادة، قياسات ضغط الرئتين، ضغط الرئتين كم، تأثير أيضا على القلب كيف. وقد تكون هذه أيضا في نفس الوقت علاجية. علاجية يعني لتوسيع لأي انسداد أو غلق بعض الفتحات نفس اللي بدون أي تدخل جراحي عن طريق القسطرة فقط، أو وضع بعض السدادات أو
في القنوات هذه الفتحات اللي موجودة. طبعا أصبحت الآن يعني كما تقول تطور في علم القسطرات، وأصبح الآن معظم العيوب يصير يعني يتم علاجها بإذن الله، التعامل معها بدون اللجوء إلى التدخل الجراحي، فقط عن طريق القسطرة يعني لمدة 2 أو 3 أيام ويروح البيت بدون أي تدخل جراحي. تمام دكتور محمد، كلام جميل في البداية بديت فيه اللي هو الأهل، أهل المريض الذي يعاني من مشكلة في القلب بسبب تشوهات أو عيوب خلقية معينة. سبحان الله قد تستمر هذه المشاكل ويعيش بها ويتعايش معها، لابد من أن يتعايش معها هذا الطفل. نعم. دور الأسرة من ناحية تفهم المشكلة، تجاوب معاكم أنتم من ناحية العلاج، كذلك أن هم استشعارهم لأي علامة خطورة لا قدر الله تكون مع المرض. طبعا الأسرة لها الدور الأساس، لأن الأسرة هي تتعامل مع الطفل بشكل يومي. صحيح. الشيء الآخر التفسير كما قبل، تفسير الأعراض اللي تظهر على الطفل، اتخاذ القرار المناسب ومتى. الله. أيضا فالأسرة لها الدور الأساس في هذا. طبعا وعي الأسرة بهذا بالعيب له دور كبير في اتخاذ القرار والتعامل معه. اي والله يعني التعامل مع هذه المشكله، التعامل بسرعه في فهم الاعراض لا قدر الله لو ساءت، وكيفيه لجوءهم للمؤسسه الصحيه بشكل سريع. ارجع مره ثانيه دراج باك 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 واقول لك، قلت لي انه في هذه تدخل فيها مرضى مكتسبه وعوامل وراثيه. تمام، خبرني عن العوامل المكتسبة. الوراثية احنا ما نقدر كثير نتدخل فيها، خلينا نتكلم عن المكتسبة. هل هي مثلا أثناء فترة الحمل سوء استخدام لأدوية، التهابات معينة، مرض معينة مثلا الأم تكون تعاني منها؟ طبعا حدوث التشوهات الخلقية عند الأطفال خاصة للقلب، حدوثها متعدد العوامل. الله. كما قلنا لا يوجد يعني عامل واحد فقط ممكن نقول هذا، لذلك هي وراثتها أو حدوثها هي متعددة الأسباب. وهذه المشكلة فتلعب فيها العوامل البيئية تكون مشكلة وفترات مش مشكلة، تعرف؟ لأنه يعني تقدر إذا متعددة الأسباب تقدر تحدد مثلا تصلح عوامل، فهمتني؟ لا تضبط أمور على أساس تقلل بإذن الله فرصة ظهور المشكلة، فهم؟ لكن سبحان الله الجهة الأخرى من كفة الميزان، سبحان الله بسبب وجود عوامل مختلفة تتشعب الموضوع. أيوة، وما نقدر نحدد يعني شيء سبب واحد وهو اللي مسببها. بارك الله فيك، بس أنت معايا لما أقول لك 8 في 1000 نسبة كبيرة. هي نسبة كبيرة يعني، لأن إذا لو قلنا إنه مشكلة مرتبطة بعضلة مهمة ألا وهي عضلة القلب أو صمامات القلب، لكن لحسن الحظ في الجانب الثاني أنها الحمد معظمها لله يعني بسيطة يسيطر عليها. بارك الله فيك. طيب نتكلم عن الأشياء الأخرى الحياتية المرتبطة بهذه التشوهات الخلقية. طبعا العلاج استمراره، المتابعة عليه، نمط الحياة هل يؤخذ بعين الاعتبار من ناحية التغذية، نمط الحياة الصحية، الالتزام بتمارين معينة، عدم يعني إجهاد الجسم وكذلك الحد معينة، كل هذه أتوقع أنتم مفروض أنه تعطوها للمريض. طبعا هذا السؤال دائم ودائما الأهل مهتمين بهذا جداً. الجانب ويسألوا معظم الأسئلة طبعا تتعلق بهذا الجانب. طبعا تعرف دكتور محمد انا معاهم من ناحيه ايش، ان الطفل صعب انك انت تسيطر عليه، عارف؟ ممكن يكون عنده مشكله سبحان الله، يجهد نفسه، تظهر عليه عوامل خطوره، الطفل ما يفهم ان هذه تقول له عضله القلب او القلب يقول له سلو داون، شوي هدي. فهمتني؟ لا صحيح. فهي مساله لازم ان احنا نوضح هذا الموضوع للاسره على اساس توضحها للبنت. طبعا اكثر ما يسال الأهل عنه هو هل يستطيع هذا الطفل يعني يلعب رياضة أو لا، كيف التغذية، تغذية هذا الطفل هل هناك تغذية يعني خاصة، ممكن يروح المدرسة، ممكن يلعب في المدرسة، كيفية التطعيمات، هل يأخذ نفس التطعيمات مثل الأطفال الأخرى
الآخرين يعني أو لا. في أشياء ثانية مثل الختان عند الأولاد طبعا، أو في احتياطات أخرى يعني لكل حالة. طبعا نحن نوضح للأهل أن هذا الطفل ممكن يعيش حياته طبيعية بإذن الله، حياته طبيعية. معظمهم لك مثل هذا، لأن صعب يعني حصر الطفل أو حرمانه من اللعب كذا، فمعظم العيوب يعيش الطفل طبيعي يتعايش معها بإذن طبيعي. الله. سؤال سريع أخوي الكريم، معدل إصابة فرد آخر بالعائلة لو جاله تشوه خلقي؟ طبعا هذا سؤال مهم الأسرة دائما تسأله. جاوب سريع على أساس الوقت. هي إذا كان ولا في طفل تأخذ كل حالة. إذا كان في طفل مصاب عند الأهل طبعا. أيوة. في الأسرة. أيوة. نسبة حدوث طفل آخر تزيد قليل شيء عن النسبة العادية. عن النسبة العادية. بارك الله فيك دكتور محمد الراشدي، أخصائي أول طب قلب أطفال مستشفى السلطاني، شكرا على هذه التوعية الجميلة. أتمنى من الله عز وجل الصحة والعافية لكل أولادنا. نشكركم على هذا الاهتمام، ونشكر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على هذا البرنامج المهم. تسلم. شكرا جزيلا. وهم بعد المخرج يقول لي وهم بعد يشكروك. تسلم. اخواني واخواتي تقبلوا تحياتنا، وعلى امل نلتقي فيكم الاسبوع القادم فقرتكم الصحيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء السعادة والأخبار الجميلة مشاهدين. إذا ننتقل إلى الحدث الأبرز والأهم والأجمل والأغلى على قلوب العمانيين جميعا، حيث تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه اليوم فترأس اجتماع مجلس الوزراء الموقر ببيت البركة العامر. وقد أعرب جلالة سلطان البلاد المفدى عن شكره البالغ وتقديره لجميع المواطنين والمقيمين لما عبروا عنه من مشاعر صادقة ودعوات مخلصة لجلالته. واستعرض جلالته حفظه الله الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وأكد على أهمية الاستمرار في الحفاظ على الجوانب الحياتية للمواطنين. وأشار جلالة السلطان المعظم في هذا الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في وضع الخطط الكفيلة لتحقيق التنويع الاقتصادي واستكمال المشاريع الكبرى. وفق الله جلالته في كل ما يصبو إليه من خير ورفعة لعماننا الحبيب، وأيضا لأبناء هذا البلد الوفي، ومتمنين لجلالته دوام التوفيق ودوام الصحة والعمر المديد بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
إذا مشاهدينا سنوافيكم بالمزيد عن ترأس جلالة السلطان المعظم لاجتماع مجلس الوزراء اليوم في نشرة العاشرة. متواصلين معكم مشاهدينا حتى العاشرة وبمختلف فقراتنا ومحطاتنا، خليكم معنا. بضعة أعوام مضت من عمر النهضة المباركة، والشعب يحتفل في كل مناسبة وطنية بقائد وعدد شروق شمس جديدة على وطننا، وهو القائل: سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل. عاش 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 حبيب الشعب، عاش حبيب الشعب للشعب. عاش حبيب الشعب للشعب، بربه محروس جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. عاش حبيب الشعب للشعب، بربه محروس جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. يا فرحة عمت أراضينا ونور العيد ليالينا، عماننا بالورد والزينة كأنها عروس. عاش حبيب الشعب للشعب، عاش بربه محروس والصحراء والجبل لبسوا ثياب العيد واحتفلوا، تلك الملايين له تشدو الابن والوالد والجد، لعناقه ملهوفة تعدو تفديه بالنفوس. عاش حبيب الشعب للشعب، حبيب الشعب محروس. السلام والهمة يا قمة ما بعدها قمة، لك في بلاد الأرض شعبية شرقية كانت وغربية، قابوس والحكمة عمانية منهاجكم دروس. عاش حبيب الشعب للشعب، حياكم الله مشاهدينا. إذا من يود أن يعرف ماذا يعني أن تأتي السعادة على هيئة إنسان، فما عليه إلا أن ينظر لوجوه العمانيين بعد طبعا خبر ترأس جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لاجتماع مجلس الوزراء اليوم، اللي بمشيئة الله راح تتابعون تفاصيله في نشرة العاشرة مساء. أكيد أنتم كلكم حابين أن هذا البرنامج يخلص بسرعة بسرعة عشان تتابعون طبعا هذه الإطلالة السامية في اجتماع مجلس الوزراء. إذن
أكيد هو مصدر السعادة لجميع العمانيين وأيضا لجميع محبي قائد السلام والإنسانية، الله يحفظه ويطول بعمره. إذا عودة لمحطاتنا مشاهدينا، مثل ما ذكرت في بداية هذه الحلقة أن هناك أكثر من 15,000 طالب وطالبة في الصفين الرابع والثامن من 500 مدرسة من مدارس السلطنة يستعدون للمشاركة في منافسات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم تيمز. راح نعرف أكثر عن هذه الدراسة وعن آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم للمشاركة في هذه المنافسات من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستديو، الدكتور بدر بن حمود الخروصي، مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم. مساك الله بالخير دكتور. مساء الوطن ومساء العطاء أخت عايدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الفضل والنعمة على هذا الوطن العزيز وأن يتولى مولانا المفدى بعين حفظه ورعايته، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. وش السعد كأنكم كنت علينا اليوم في هذه الحلقة، الحمد لله مع هذه الأخبار طبعا الجميلة. إذن مشاركة السلطنة في الدراسة الدولية، طبعا هذه في نسختها السادسة، ولكن مشاركة السلطنة للمرة الثالثة في هذه الدراسة الدولية في العلوم والرياضيات. نعرف أكثر عن هذه الدراسة دكتور، نعرف مشاهدينا أهمية هذه الدراسة، ومن بعد ذلك سنتحدث عن أهمية أيضا مشاركة السلطنة وطلبة السلطنة في منافسات هذه الدراسة. الدراسة الدولية في العلوم والرياضيات هي واحدة من الدراسات التي ترعاها المنظمة الدولية للتحصيل التربوي والمعروفة اختصارا بالIEA، وفي الحقيقة هي واحدة من الدراسات الدولية التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد من قبل النظم التعليمية، ولذلك نلاحظ أن أعداد الدول التي تشارك مختارة حقيقة هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات يتزايد من دورة إلى أخرى. الدراسة في الحقيقة تركز على مواد العلوم والرياضيات، والكل يعرف أن العلوم والرياضيات هي لغة العصر ولغة التقدم ولغة الابتكار ولغة في الحقيقة التي تسهم كثيرا في صنع التقدم الحضاري للمجتمعات. نعم. ولذلك الكثير من الدول تولي اهتمام بهذه الدراسة لأنها في الحقيقة تلعب دور كبير في تطوير نظمها التعليمية وفي أيضا التعلم من الممارسات والتجارب التربوية المجيدة التي تكون موجودة في نظم تعليمية مشاركة في ذات الدراسة. نعم. ولذلك هذه الدراسة يعني مهمة للغاية في الحقيقة، ولها آثار جدا إيجابية على تطوير منظومة التعليم خاصة في إطار العلوم والرياضيات. جميل جدا. طيب أيضا نذكر أهمية مشاركة طلبة السلطنة في هذه الدراسة. الدراسة لها جوانب جدا يعني مفيدة للنظام التعليمي. نعم. الدراسة إذا أخذنا على سبيل المثال أمر بناء على سبيل المثال المفردات الامتحانية، اليوم أصبح النظم التعليمية لما تقيس أداء طلابها لا تركز فقط على المستويات الدنيا من المعارف، تقيس المستويات العليا من التفكير، لأن هذا هو المطلوب في الحقيقة في هذا العصر. نعم. وبالتالي فن بناء المختبرات المفردات الاختبارية هذا فن يعني أيضا له أصول وله علمه. الدراسة بأسلوبها وبطرقها وبأساليبها تقدم خدمة متميزة في الحقيقة للقائمين على العمل التربوي، معلمين مختصين بالمناهج. نعم. هي أيضا تسهم في تطوير قدرات النظم التعليمية في تقديم المحتوى التعليمي داخل الصفوف الدراسية، لأن حينما نتكلم عن تنمية مهارات تفكير عليا كالتفكير الإبداعي والابتكاري هنالك فنون لا حصر لها في الحقيقة. صحيح. كيف بإمكاننا أن ننمي هذه المهارة عند الطلاب، ولذلك حينما تشارك في دراسة مثل هذه تستقي تجاربها وخبراتها من أكثر من 60 دولة في هذه الدولة، بإمكاننا أن نشاهد كيف بإمكاننا أن نطور الكفاءات المحلية في تقديم مثل هذه الخبرة. نتكلم على مستوى إعداد المنهج المدرسي، نتكلم على مستوى إعداد بيئات التعلم، نتكلم على مستوى تدريب المعلمين، نتكلم على مستوى خبرة التعلم التي تخطط وتقدم للمتعلم داخل الصفوف الدراسية. جميل. إذن هي فرصة أيضا لتقييم العملية التعليمية بشكل عام ومن جميع الجوانب، سواء الجانب المتعلقة بطبعا مهارات المعلمين من خلال المنهج، أيضا أداء الطلاب، لأن المستوى الوطني
الذي سنحصل عليه في هذه الدراسة في هذه المنافسات. طبعا راح يقاس بالمستوى المجموع المشاركين في هذه او المستوى الدولي خلنا نقول. هذا واحد من المخرجات لمثل هذه الدراسة الدولية، لأن النظم التعليمية بإمكانها أن تستوضح بالضبط وين موقعها في خارطة المنافسة الدولية للدول التي اختارت في الحقيقة المشاركة في مثل هذا النوع من الدراسات. لكن الأهم في الحقيقة من موضوع الموقع الرتبي للنظام التعليمي اللي هو بكل تأكيد مهم، لأن يحدد لك تحدياتك ويحدد صحيح. لك في الحقيقة أيضا مكامن التحسين وفرص التحسين في هذا الإطار، هو تلك التفاصيل الحقيقة الغنية الثرية التي يتحصل عليها الطالب، ولي الأمر، المدرسة، المعلم، القائمين على عمليات التدريب، القائمين على عمليات التأهيل. كل هذه الأمور بإمكان أي مدرسة وأي طالب وأي نظام تعليمي أن يحصل على تفاصيل دقيقة جدا، لأنه هو في الحقيقة ليست فقط الدراسة عبارة عن امتحان يجلس صحيح. عليه الطلاب، هنالك أدوات استقصائية علمية أخرى مسايرة. نتكلم عن استبانة تقدم للطالب تتقصى في اتجاهاته، رغباته، تحدياته في هذا الجانب. استبانة تقدم لولي الأمر، لأنه اليوم أمر الدور الذي تقوم به الأسرة في الحقيقة في تعزيز التحصيل والرفع مستويات التحصيل أمر مثبت علميا صحيح. وهذه الدراسة تحديدا في كل دوراتها كانت تؤكد على أن للأسرة دور محوري وأساسي في تنمية التحصيل الدراسي. جميل. ولذلك نحن في عمان أيضا محتاجين في الحقيقة لأن نتقصى هذا الدور وأن نؤكد عليه خلال المرحلة المقبلة، بحيث تلعب الأسرة أيضا دور مهم إن شاء الله وفاعل في هذا الجانب. هذه المنافسات ستجرى في 28 من أبريل الجاري. حابين نعرف عن أبرز استعدادات وزارة التربية والتعليم للمشاركة في هذه المنافسات. الاستعدادات جارية من فترة طويلة في الحقيقة، إذا فقط يعني بدءا من قرار الاختيار والمشاركة في هذه الدورة، وصولا إلى تأهيل وتدريب المعلمين، لأن لهذه يعني الدراسة خصوصية في الحقيقة في طبيعة مفرداتها وامتحاناتها ومهاراتها، وصولا إلى تهيئة المدارس، وصولا إلى تهيئة الطالب، تدريب الطلاب على طبيعة هذه الأسئلة، لأن نتكلم الآن عن معايير عالمية في هذا الجانب، وصولا في الحقيقة إلى اللقاءات المتعددة التي نفذت لمدراء المدارس التي نفذت أيضا للمشرفون التربويون في الحقيقة، لإعدادهم، إطلاعهم على أدوارهم، إطلاعهم على أهمية الدراسة، لأنها هي ليست فقط في الحقيقة صحيح. عبارة عن امتحان مثل ما ذكرنا. وبالتالي أيضا الاستعدادات امتدت إلى تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين متخصصة، وأيضا تشكيل لجان سواء كان على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات التعليمية لتقديم الدعم المستمر للمدارس صحيح. وصولا إلى التطبيق التجريبي في الحقيقة، لأن كل الدول المشاركة أيضا تدخل تجريبيا في هذه الدراسة، ووصولا اليوم إحنا على مشارف أقل من 3 أسابيع للتطبيق صحيح. النهائي. وهناك حملة إعلامية أيضا أطلقتها تأكيد. الوزارة لنجعل عمان تفخر بنا. نتكلم أيضا عن اختيار هذا المشروع بشيء من العجالة دكتور. الحملة الإعلامية جدا مهمة صحيح. لأن اليوم اللي أدركنا أن المنافسات الدولية تريد تكاتف كل مؤسسات المجتمع وكل قطاعاتها ينبغي حقيقة أن ترافقنا في رحلة التميز وفي رحلة رفع مستوى التحصيل للطلاب. ولذلك تأتي هذه الحملة التعليمية لنجعل عمان تفخر بنا، لأن اليوم ليس هنالك أهم من أن طلابنا يتميزوا ويتفوقوا ويكتسبوا هذه المهارات في مواد العلوم والرياضيات وغيرها من المواد، لكن هذه من المواد المهمة لليوم على الصعيد العالمي مثل ما ذكرنا لها من الأهمية بمكان. ولذلك الحملة الإعلامية مثل ما شاهدتوا أخذت مساحاتها في وسائل التواصل صحيح. الاجتماعي، أخذت مساحاتها في الملصقات، أخذت التي تتوزع أيضا في الأماكن العامة، في المقاطع التي تبث الآن في الوسائل المرئية والمسموعة، أخذت أيضا مساحاتها حتى في مراكز التسوق الرئيسية، في باصات النقل الوطني. هنالك حقيقة جهد كبير جميل. لأن نشارك المجتمع بكافة يعني مؤسساته والأسرة في مقدمتها صحيح. رحلة هذه المشاركة في هذه التجربة، لأن نريد بالفعل نجعل منها تجربة يعني تميز، ونجعل منها أن الكل مستعد في هذا الجانب. وحقيقة نحن ندعو
الجميع أن يقف مع المعلم وأن يسند المعلم في جهده خلال خاصة خلال هذه المرحلة لتعزيز مهارات الطلاب وتهيئتهم بأفضل ما يمكن لأن يؤدوا أحسن ما يكون خلال هذه الدراسة. فالكل مدعو لأن يتكاتف، الكل مدعو لأن يتجاوب مع كل هذا الجهد الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لأن نجعل عمان تفخر بنا نحن جميعا، لأن نجعل عمان تفخر بنا وأن تكون دائما أفراحنا وأعيادنا نفتخر فيها وفي مقدمتها إنجازات طلابنا في مستوى التحصيل الدراسي في هذا الجانب. أفضل شكر وأفضل إنجاز يقدم للوطن اللي هو هذه الإنجازات التي تحقق لهذا الوطن. كل التوفيق لكم وإن شاء الله تكلل جهود هذه الجهود بالحصول على معدلات المعدل المطلوب في هذه الاختبارات بالنسبة للطلبة المشاركين في هذه المنافسات. الدكتور بدر بن حمود الخاروصي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك ونورتنا في من عمان. شكراً جزيلا على الاستماع. متواصلين معكم مشاهدينا، بعد قليل راح نربط مع حفيظ جعبوب وين في الكورنيش، كورنيش مطرح. مؤتمر عمان الرياضي 2015، كشفت وزارة الشؤون الرياضية النقاب في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المحاضرات بديوان عام وزارة الشؤون الرياضية عن تفاصيل مؤتمر عمان الرياضي 2015، وذلك وسط مشاركة فاعلة من الوسائل الإعلامية والمهتمين من الوسط الرياضي بحضور فهد بن عبدالله الرئيسي مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية والمشرف العام على المؤتمر وأعضاء اللجنة المشرفة على المؤتمر ووسائل الإعلام المختلفة. وشهد المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل مؤتمر عمان الرياضي الثالث والذي سيقام يوم الأحد الموافق 19 من أبريل الجاري بفندق كراون بلازا من خلال ما يتضمنه من جلسات حوارية ونقاشية، وهو بمثابة منصة عالمية للشخصيات الرياضية وصناع القرار وكل من المهتمين في الشأن الرياضي لمناقشة آخر المستجدات في الشأن الرياضي. ويحظى المؤتمر في نسخته الثالثة بعدد من المتحدثين الذين لهم باع طويل في مجال الرياضة والاستثمار وغيرها من المجالات الأخرى، ومن أبرزهم غاني إنفانتينيو الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والأستاذ عبد الوهاب الهنائي رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، ماثيو ريب أمين السر العام لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي، والفاضل إبراهيم الأخزمي الخبير القانوني للاتحاد العماني لكرة القدم، والدكتور خالد الحشاني مستشار معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية للتخطيط الرياضي، والدكتور أنور بن محمد الرواس رئيس قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس، والدكتور ري المنذرية نائب رئيس اللجنة الوطنية للشباب أحد البارزين في مجال التواصل الاجتماعي. أما جلسات المؤتمر الثالث لعام 2015 فسيشهد ثلاث جلسات متنوعة، تتحدث الجلسة الأولى عن دور الجمعيات العمومية، أما الجلسة الثانية فتتحدث عن لائحة فض المنازعات باللجنة الأولمبية العمانية، والجلسة الثالثة والأخيرة فستكون عن محور الإعلام الشبابي والإعلام البديل ودورهما في استقطاب الشباب نحو الأندية. حياكم الله مشاهدينا، إذا مباشرة إلى زميلنا حفيظ جعبوب اللي مثل ما ذكرنا متواجد في ولاية مطرح وبالتحديد هكذا عند سوق مطرح وأيضا الشارع البحري، ونمسي عليك بالخير يا حفيظ مرة أخرى. ومسي عليك بالخير والنور والسرور وترحيب للمشاهدين اللي انضموا معنا خلال هذه الدقائق لمتابعة بقية الدقائق من عمر البرنامج. أنا الآن أتوسط المكان وأمام البوابة الرئيسية من سوق مطرح، أيضا مقابل الميناء اللي يضم مجموعة من السفن التقليدية والسفن أيضا الحديثة وغير أيضا سفن السياح القادمة إلى هذا المكان. طبعا هذا السوق يعني يمثل سجلا شعبيا اقتصاديا اجتماعيا، يعني بمثابة الملامح العمانية وبمختلف وجوهها الماضية المتميزة بالبساطة
بالعفوية واللي كذا تحافظ على تقاليدها وأيضا في نفس الوقت منفتحة على العالم من خلال كل المنتجات اللي تعرض هنا الحديثة والتقليدية، إلى جانب ما يميز هذا المكان من جمالية. معي الآن ضيف علي بن راشد البلوشي، أمس عليك بالخير. مساء النور والسرور. الله إيش اللي دفعك اليوم أنك تزور هذا المكان، وأهم الملامح الجمالية اللي تحاولك تصفها أو ترصدها من خلال اللقاء؟ في بداية الحديث اسمح لي أتقدم بسمة وأصدق آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لمولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بوصوله الميمون، وزادنا بهجة في هذه البلد الطيبة بوصوله، والحمد لله نعيش فرحة ولا زلنا نعيشها وسنعيشها لفترات طويلة. مطرح أيضا والعاصمة وكل مناطق السلطنة تحتفل من خلال الصور والأعلام والشعارات الموجودة في هذا المكان. نعم، خاصة ولاية مطرح، ومن الأسبوع الماضي كانت في مسيرة حاشدة كبيرة ومرت من أمام السوق، بحكم أن ولاية مطرح ولاية قديمة ولها سمعة كبيرة بين السائحين كثيرا. أنا حقيقة أكن حب لهذا المكان كثير، أحس فيه براحة نفسية، خصوصا لما تعرف من كثر ضجر العمل وأنك يعني الحياة وأنك لما ولكن وزحمة المشاغل، ولكن عندما تأتي إلى سوق مطرح تنشرح نفسك بأمانة. ودائما أي ضيف أو أي سائح معي أنا أول شيء يعني نقول له تشرف أنك تشوف سوق مطرح، فينبهر بالجماليات. ولما نحكي له عن تاريخ السوق وتاريخ مطرح والميناء والقلاع اللي مجمل المكان، فنحن نفتخر كعمانيين بهذا الموروث الذي نعتز به جميعا. جميل. إيش اللي بالإضافة إلى السوق في يعني مكان متنفس آخر في هذا الكورنيش؟ لاحظت أيضا وجود الزوار، وجود أيضا الأسر والعوائل، كون هذا المكان مقصد للكثيرين من الأسر أو الزوار؟ نعم، سوق مطرح وهذا المكان بالذات هذا له سمعة يعني عالمية كثير، خصوصا مع السائحين اللي يزوروا هذا المكان، واللي نحن نتمنى ايضا انه تكون الجهات الحكوميه متشاركه في تسويق هذا الموقع الذي لا يعرف عنه الكثير من بعض السائحين. نتمنى ان تكون وزاره السياحه توزع كتيبات على سبيل المثال للسائحين الاجانب باللغه الانجليزيه او باللغه الالمانيه على حسب جنسياتهم، فتكتب لهم تاريخ هذا السوق وهذه الاشياء. شكرا لك. أيضا سؤال أخير لأحد الموجودين معي، نوح المقيمي، أيضا أنت من الشباب الحريصين مثل ما ذكرت أنك تواجدك في هذا المكان، وكيف هي علاقتك بكورنيش مطرح وسوق مطرح أو بولاية مطرح على وجه العموم؟ الحمد لله رب العالمين، وبسم الله الرحمن الرحيم. علاقتي بمطرح، أنا من سكان ولاية مطرح، وعلاقتي فيها علاقة كبيرة جدا، يعني مثل ما نقول العشق، يعني بشكل يومي نكون متواجدين على السوق. السوق يعني له يعني خصوصيات حلوة، له لذة، تدخل على التحف، تدخل على السيوف، تدخل على الخناجر، تدخل على الفضيات والحلي والذهب، يعني أماكن حلوة جدا. وانت خارج من السوق يطل عليك على الكورنيش، يعني ياخذك على جمال الطبيعة، جميل جدا. بشكل يومي تكون محاضر هنا موجود؟ الحمد لله رب العالمين، أكون بشكل يومي متواجد في مطرح على الكورنيش، يا أما على التسوق، وإذا أكون مر بعض الأوقات وحدي ناخذ على الرياضة بسيطة وكذا. حفيظ، الحمد لله. إذن هذا شكل من الأشكال الجمالية والمتنفس، إلى جانب فرصة للتسوق. صحيح. لكل من يزور هذا المكان، دعوة أيضا للمشاهدين الأحبة، حبينا من خلال هذا النقل نعطي معلومة بسيطة ومتواضعة من خلال هذه الوقفة، كانت ربما هي قصيرة بعض الشيء، لكن كفيت ووفيت يا حفيظ، المفيد من هذا المكان. كفيت ووفيت، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا، واستمتع بالأجواء الجميلة هناك في ولاية مطرح حيث الشارع البحري. شكرا جزيلا لك. متواصلين معكم مشاهدينا بعد قليل محطتنا الأخيرة مع ختام ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها 14، خليكم معنا.
إذن بعد 4 أيام متواصلة من مناقشة 57 ورقة عمل في عدد من المحاور، اختتمت اليوم ندوة العلوم الفقهية في نسختها 14 بمجموعة من التوصيات، طبعا جاءت تحت عنوان فقه العصر مناهج التجديد الفقهي والديني. وحول هذا الختام وهذه التوصيات يسرنا أن يكون معنا في استديو من عمان الفاضل أحمد بن سالم الخروصي، باحث فتوى بمكتب المفتي العام للسلطنة وعضو اللجنة العلمية بالندوة. مساك الله بالخير أستاذ أحمد. الله يبارك فيكم، حياكم الله. حياكم الله. إذن بداية أكيد نبارك لكم ختام ندوة العلوم الفقهية في نسختها 14، وأيضا النجاح طبعا هذه النسخة أيضا اللي هو أكيد دليل على نجاح هذه الندوة بشكل عام، هو استمراريتها وأيضا من حيث المشاركة فيها والحرص على المشاركة فيها والتوصيات التي تخرج بها. بداية أكيد حابين نعرف المشاهدين، يعني أستاذ أحمد، في ظل الأوضاع الراهنة للأمة الإسلامية وهذا الاحتقان الحاصل فيها سواء لأسباب سياسية سواء لأسباب جغرافية وأيضا لأسباب للأسف فتن بين أبناء الأمة الواحدة الأمة الإسلامية للأسف، نتعرف على الأجواء كيف كانت، يعني هذه في الأمة العربية بشكل عام، حابين نعرف كيف كانت الأجواء في هذه الندوة، و ما شاء الله علماء وفقهاء المذاهب المختلفة يجتمعون تحت سقف واحد يتبادلون ويتناقشون حول التجديد الفقهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على العموم هذه الندوة يعني هي بادرة مباركة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وفي الواقع هي يعني بادرة لا أستطيع أن أقول فريدة من نوعها، لكنها حقيقة في ظل هذا الوضع الذي تشيرين إليه في هذا السؤال، يعني هي فريدة من نوعها حقيقة، لأن الواقع يحتاج إلى مثل هذه اللقاءات بين أبناء الأمة الواحدة وبين المسلمين عموما. وعلى العموم يمكن أن أشير في لحظات بسيطة إلى بعض الميزات التي تمتاز بها هذه الندوة على يعني مع مرور هذه النسخ. الآن نحن الآن في النسخة 14. نعم. يعني من أهم الميز أو الميزات التي تمتاز بها هذه الندوة أنها تجمع لفيفا مباركا من جملة من أهل العلم والفكر والصلاح من جملة من الدول الإسلامية والعربية، يجتمعون ويتناقشون فيما بينهم في كثير من القضايا، فبهذه الصورة تجتمع القلوب وتأتلف النفوس. صحيح. وعلى هذا يعني يمكن أن يخرج الجميع برأي أو يخرجون بأفكار ولو كانت مختلفة فيما بينها، لكنها في النهاية تؤيد أنه يعني رغم اختلاف الآراء فإنه لا يفسد هذا الاختلاف للود قضية. صحيح. والأمر الثاني الذي يمكن أن أشير إليه أن هذه الندوة تحاول أن تساير الواقع المعاصر بما تفتحه من مجالات وعناوين، هذه العناوين يمكن من خلال الغوص فيها أن تشير إلى جملة من القضايا التي يحتاجها الواقع. صحيح. وهذا ما كانت عليه هذه الندوة. ولا ريب أن واقع المسلمين اليوم واقع مرير في الواقع، وما ذاك إلا للابتعاد في الواقع عن هدايات القرآن الكريم وهدايات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الواقع لا يمكن أن يحل إلا من خلال أهل العلم والفقه والفكر الذين هم قادة هذه الأمة. وحقيقة في افتتاح هذه الندوة يعني كانت هنالك جملة من الكلمات التي افتتح بها. صحيح. أهل العلم. نعم. وسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أشار في كلمة حتى أنها أذيعت بالضبط في لا 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 يعني الإذاعات، في الإذاعة وفي أظن حتى في التلفاز أيضا حول. نعم. أن الأمة يعني وهو أشار إشارة. نعم. واضحة إلى أن إصلاح هذا الواقع لا بد أن يكون من خلال الفقهاء. صحيح. فالفقهاء عندما يضعون البلسم الشافي والدواء الناجع الناجح لكل هذه الأدواء الموجودة في الواقع
بهذه الصورة يمكن أن تعالج مشكلات الناس. طبعا عنوان هذه الندوة خير يعني كان من أبرز يمكن عوامل نجاح هذه الندوة مثل ما ذكرت أستاذ أنه هو جاءت في موضوع لم يتم التطرق إليه من قبل وهو التجديد، إيمانا بأن من لا يتجدد يتبدد ومن لا يتقدم يتقادم، وبالتالي جاءت التجديد في المناهج الدينية والفقهية ربما أبرز المواضيع اللي تم مناقشتها في هذه الندوة. نتعرف على أبرز التوصيات بشيء من العجالة. يعني هو لعل أبرز توصية من هذه التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة هو إبراز مفهوم التجديد. نعم. لأن مفهوم التجديد في الواقع بنفسه يحتاج إلى تجديد في النفوس وفي الأفكار، لأن بعض الناس قد يميع هذا المفهوم ولا يظهره وفق المفهوم الذي ينبغي. التجديد طبعا باختصار شديد جدا هو إحياء الدين في نفوس الناس. صحيح. بإحياء سننه وإحياء معالمه التي اندرست في النفوس، ولذلك يمكن أن نحمل هذا المعنى على معنيين بسيطين. المعنى الأول هو ما يشمل كل مسلم ومسلمة، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحيي هذا الدين ومعالمه في النفوس، وهذا يشمل الذكر والأنثى والمسلم والرجل ويعني والصغير والكبير. نعم. والعالم والجاهل. أما المفهوم الثاني فهو الذي يتعلق بإحياء معالم كثيرة من هذا الدين، لأن هذا الدين من خصائصه التي امتاز بها الشمولية، وأنه يتناسب مع كل عصر ومع كل زمان، هو شرعة الله تعالى، والله تعالى شرعه لسائر هذا الخلق من يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. إذن أكيد هي جملة من التوصيات إن شاء الله. إحنا يمكن ذكرنا سابقا من خلال أسئلتنا للضيوف أيضا حول هذه الندوة أن هناك مراكز فقهية إن شاء الله راح تفعل هذه التوصيات. كان ودنا أيضا الحديث أكثر ولكن للأسف وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج من عمان. كل الشكر لك أستاذ أحمد بن سالم الخروصي، باحث فتوى بمكتب المفتي العام للسلطنة وعضو اللجنة العلمية لندوة تطور العلوم الفقهية. شكرا جزيلا لك، نورتنا في عمان. بارك الله فيكم وأحسنتم، والشكر موصول إليكم على هذه الإطلالة المباركة. شكرا لكم مشاهدينا. إذن في الحلق في الغد حلقة جديدة ومواضيع جديدة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.